كلما طال أمد الحرب زادت ضحاياها. هكذا وضعت الميليشيا اليمنيين في علاقة طردية مع الموت والألم. منذ عامين وأكثر والميليشيا تفتك بحياة الأهالي في المناطق التي مرت عليها لتجعل منها ساحة حرب لا يتوقف فيها جريان الدم. وفي المقابل تحولت المنظمات المدنية إلى عداد وراصد للانتهاكات اليومية التي توزعت بين القتل والتهجير وتدمير الممتلكات العامة والشخصية. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أكدت في مؤتمر صحفي بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين أن الميليشيا ارتكبت 543 حالة قتل بحق المدنيين، من بينها 13 امرأة وست أطفال وإصابة 67 آخرين. مراصدي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهري يناير وفبراير ضمن أنشطتهم ومبادرتهم المعتادة برصد وتوثيق عدد 490 انتهاك وقعت تلك الانتهاكات خلال الأعوام 2015 و2016. البيان الختامي أوضح أيضا أن اللجنة رصدت 490 حالة انتهاك في جميع المحافظات اليمنية، من بينها 186 حالة تهجير و57 حالة قتل خارج نطاق القانون و29 حالة زرع ألغام فردية. كما وثق فريق الرصد ما يزيد عن 36 حالة اعتقال وإخفاء قسري وتفجير 22 منزلا. وكان عام 2015 و2016 أكثر الأعوام الدموية على النساء. اللجنة ذكرت أيضا أن العام المنصرم هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للمرأة اليمنية التي لاقت فيه صنوف العذاب.